وقنا دور ولاد ميمون. شتهم انا هادو معلقين كي من تحت هكا ذهبي. كنت خديت من هادو اللي قلت لكم، هادو الصراحه زوينين. كنت حتى هادي زوينه عجبتني. انتم كيبان لي هذا 400 درهم. اولاد ميمون على برا كنطل من الفوق. هادي فيها زيرو ديال الخلق. شتو ما شاء الله. حبايب ديالي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تونا ان شاء الله صحتكم معز عليكم، كلشي في صحه جيده. كاين اديني شي شتن بزاف ما نطنو مريسو شي داني تا 37 38. لا لا واش 38 حسن. معز عليكم، كلشي في صحه جيده يا ربي. نقول لكم مرحبا بكم واحد فيديو جديد زوين، يكون زوين بكم وزوين بحالكم ان شاء الله. راني في ولاد ميمون كالعاده. ما نقدرش ندور الكاميرا الصراحه، ماشي عامر، عامر على برا ولكن لداخل لا. هذا النهار جبت ياسمين نشري لها عاود شي حاجه، راكم عارفين هي كمرات القرايه ما شاء الله. صافي شدوا العطله. يلاه بدلت كما قلت لكم، بدلت سميتو، نبدل الكسوه لياس الايه. صافي ما غادي ندير لها حتى شي حاجه، نديها لراسي ولياسمين ان شاء الله. اي حاجه خديتها غادي ما عرفتش واش غنشارك معكم نوصل للدار، والله ما نكذب عليكم. المهم اخليكم معايا، اي حاجه درتها نشاركها معكم. نتوما راه كتقيس، شوفوا سبردينا البيضه كنحلف عليها، هذه زعما راه مزيانه ولكن ملي كتخرج بها عرفتوا كي كتولي. شوف زوينه، جات قدك، جات نيشان مريحه. وراك شايفني ملي سكوتشني برا يفيران ثانية الصباح. كنت خديت من هادو اللي قلت لكم، هادو الصراحه زوينين. كنت خديتو الايه وقلت لك ماما بغيتو عريض، ما بغيتوش بحال هكا. وراه عريض هي ما عندهاش القانو صافي، والفسره والقمايج انتما فيه جوج الوان زفنين الصراحه عجبوني. وجيت نبدلو شي حاجه لراسي واقيلا ونتهنى. المحل كان في الشارع ولاد ميمون. كي غندير دابا نتيري كاميرا، راه ما شاء الله عامر بالناس، عنده جميع الالوان، عنده صنادل ديال الميكا، عنده صنادل هكا صندله ديال الدراري ديال الصيف سبردينه، عنده ديال البنات والدراري، كلشي مخلط بالالوان. عاود وقنا دور ولاد ميمون. شترا غني المحل، محل سميت المحل المهم نوريكم بلاصه فين كاين بالضبط. عندوش زعما شي بلاصه فيه شي سميه معينه معروف بها هنا في سوق ولاد ميمون. عنده هنا الحوايج ولكن شي حاجه ديال القطن زوينه، كاليتي زوين. ديجا شاركت معكم هنايا هادو اللي كيبان له هكاك. شدي هاد الميكا، هادو اللي كيبانوا لكم. واو اللبسه العيد رائع، هادو كاملين كيكونوا اللبسه. المهم بومبلي شورت او تي شورت تا ولا بحال هكا مع قميجه، شورت وقميجه فنين. يا ريت نلقى بحال هكا الايوب ولكن فيهم غير في الصغار. جيت بعد انا كنقلب الايوب، شوفوا لي هادي. دائما كنقول لكم هادو كيكونوا هكا كومبلي. شوفوا لي لا طوار هادو التوب. شوف هادو ديال الجين، هادو فيهم لا اخواتي لا سقساو فيهم 3 شهور. انتما ما شاء الله كاين كلشي هنايا. حتى هادي زوينه 3 شهور، حتى هادي سالوبيت مع تي شورت كاين في هاد الشكل. هادي فن عاود، حتى العيد تجي زوينه اللبسه. دري الصغير ما مقجوش بشي حاجه تكون كبيره عليه. شتو فنين كاينين هنا ديال البنوتات ما شاء الله، حوايجهم اللي كيشعلوا الضو. الله لا يحرم شي ام. شوفوا لي ما شاء الله، شوفوا لي واو فنين الالوان، كسيوات فنين فنين. كاين بحال هكا لونسومبل بحال شورت هكا مع تي شورت ديالو، فيه هذاك ديزاين هنايا في الوسط. كاين بحال هكا، المهم كاين بزاف، كاين كساوي صغار ما شاء الله. هذه فيها زيرو ديال الخلق، شتو ما شاء الله، واخا كتبان لكم كبيره ولكن غير في كاميرا. هذه عاود ديال زيرو،
ديال الخلوق ديال القطن التوفن، هادي ديال 9 ولا 6، شوفوا هادو كاملين ديال واحد ديال الخلوق. كاين هكا اللي بغى كولون ديال الجين مع هكا قميجة من الفوق، كاين هكا يمكن بالصاية شورت داير بحال الصاية. شوفوا ليا هذا عاود في 3 شهور ولكن ما يجيش ل 3 شهور على حسب الزيادة. شوفوا بحال هكا ما شاء الله. المهم خليكم راه فيديو ان شاء الله فيه بزاف، ماشي غير هاد المحل ولا هاد بلاصة وصافي. كاينين هنايا الكساوي طوالين، هانتوما البنات هكا 9 10 12 عام صيفين، هادو عاود 4 سنين 5 سنين 6 سنين زوينين. هاد الغوزيين حتى العيد فيهم جوج الوان، كاين هاد الغوزية كاين هاد الزرقاء بالبيض فنة العيد زوينين. كاين هكا تيشورتات مع الشورت مع الصاية جين البنات، كاين هذا مع الشورت شي حاجة للصيف زوينة. أولاد ميمون على برا كنطل من الفوق، هاد المحل راه الفوق، شوفوا اللي هي عند باب الرحمة. كتي شورت الشورت للدراري كومبلي هكا عالي هادو، زوينين فنين كيعجبني هكا ندير الايوب. هاد الشورتات اللي كيكونوا هكا رطبين فيهم الالوان، في هذا باسور ولا بالكحال، كاين هذا كاين هذا ادب الجين. انتم المحل عنده الدروج كطلع عنده الفوق، عندنا ملابس داخلية ديال النساء وديال الرجال. هنا هاد البلاصه ما غيبان لكمش حيت الزاج موسخ، اما هو راه كيبان ما شاء الله كلشي. انتم ملابس النساء، كاين هاد التيشورتات ديال القطن، كاينين هادو فنين هادو ولكن سخونين، هادو عندو الباردين هادو باردين ديال الخيط ديال القطن. وعندهم طانه بالطبله هكا بيجامات ديال الكبار ديال البنات العيالات. ياسمين بحال ديالك هذيك، داك بيجامه بالشورت عندي ياسمين، هادي وهادي هادو بجوج اللي شريتهم لك العام اللي داز. عنده هنا قمايج ديال البنات اللي كيبغيو يشريو هكا شي حاجه بالكمام مع الصايه. كاينين الكساوي هكا عاود بالكمام طوال فيهم الالوان، كاينين هادو خفاف دونتيل. احنا سالينا نمشيو نشوفو شي بلاصه اخرى حيت منها كنشري منها، عاود غادا نصور نشارك معاكم. جيت المحل اللي سولتوني عليه منين شريت صور داك النهار الهدايا وفين صورت المواعن، خليكم معايا حبايب ديالي. انتم الدخله مع الباب ما شاء الله عنده حويجات فنين، خليكم معايا نشارك معاكم. شوفوا لي هادو ما شاء الله في فيهم جوج انواع، لا ما بقاش الاخر ما بقاش، ايه الاخر ما بقاش، بقى غير هذا اللي ابيض هكا في الوسط، كان فيه واحد اخر فيه هاد الزواقه كامله بحال هكا وهو جا هكا كامل، تكونوا شفتوا معايا. دابا بقى فيه غير هذا اللي فيه النص ابيض والاخر هكا الذهب. وهنا عندهم ديكورات ثم بهذا الشكل هذا ما شاء الله. شوفوا المرايات راه كبيره غير ما كتبانش، كاينه الفوق بزاف. شوفوا لي هادو عندهم هنا بريرات في الذهبي بالنسبه اللي كيبغيهم. انتما كيبان لي هذا 400 درهم كبير ولكن ما شاء الله. كاينين هادو فنين كنموت على شي حاجه هكا ترونسبارو ديال الزاج، هادي 40 هادي 60 50 60 70 ولكن فنين والله الا فنين كبارين. كاين هكا الفراقه، كاين المرايات الله شتهم انا هادو معلقين كيجيو فنين. هانتوما كاين ديال ما فيهاش هاد جوج فيها غير وحده. او شنو لقيت هذا النهار، هذا اللي بقى ما عنديش مازال. شحال دايرين هادو؟ 100 درهم فنين
عرفتوا هذا كي كيجي فلان ديالو. فيه هذا عندي في السيليكون، كاين هذا ديال السوارت هذه ياك 100 درهم كتعلق هكا في الباب ولا حدا الباب ولا شي بلاصه. كاين عاود هذا زوين، انا عندي ديال ولكن عندي انا غارق بزاف، هذا شويه قصير، هذا كيديروا هكا السفال فلان. هاي 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 ما شاء الله. بغيت نوريكم هادو، حيدي داك الساعه. كاينين هادو ديال الفلو الصغارين، ماشي صغارين، نوريكم الكبير ديالو بلاتي، انتما الكبير ديالو لي نورمال عندي حتى انا بحال هكا نفس اللون. بلاتي ندير فلاش باش يبان ليكم. وهذا شوف كي كيبان معاه، شفتوا بحال الا عمرتو هنا ليترو ديال الحليب ولا المهم نهضروا حنا على فلان ليترو، هذا غيدي نص ليترو. انتما فيه بزاف هنايا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. انتما كاينين بزاف، عنده الكبار وعنده الصغار، عنده بحال هكا ديال الحلوه شوكولا الحلوه البارده زوينين. هادو فيهم الحفيرات وفيهم هاد البلاصه هنا اللي كيتقلب ديري فيه شوكولا ولا كراميل. فيه هكا اوفال وفيه هكا مدور، كاينين بحال هكا زوينين. هادو الصغار انا عندي كبار من هادو. كاين هنا واحد الصينيه واحد بريردات ما شاء الله فنين زوينين. هذا فيه 280 درهم، هذا 220، هذا وهذا بحال بحال. وهنا كاين الحوايج ديال البلاستيك بحال هكا، طاجيرات بحال اللي عندي انا في بلاكار، في واحد الجهه عندي الطاجيره بحال هكا. كاينين لي بواط زوينين، هادو فيه ربعة 40 درهم. كاينين عاود هاد الشكل هذا اللي كيكون بحال الزاج، بلاستيك ديالهم شويه غليظ. كاين هاد الطيسان ديال القهوه، كاين هادي ديال العطريه فيها جوج مهم بحال الطاجيره هكا، وديال العطريه هما زوينين. هادو هذا اللي بغى فيه السيري كامل، كاين كاين فناجل وكاين طباصل بحال هكا. انتما ما شاء الله او فنين، اللي كنشوف شي حاجه صافي كنتلف. نقول لكم حيت دايرين هنا الثمن، هذا 55 ولكن كبيره 55، هذا 65، 85 هذا كبير عاود حتى هو، هذا 35، 25 هذا غارق، هذا وهذا بحال بحال الا هذا غارق يجي بحال هكا، وهذا بلا 25، 35، 25 حتى هذا، هذا الصغير ديالو غارق. شوفوا لي هادو فنين، 25 هذا 60 غارق ولكن كبير. من التحت هكا ذهبي زوين. 60، 50، 85 هذا كبير ما شاء الله. هانتوما يبان ليكم بحال هكا. وهنا كاين واحد الترموس مع الكيسان اينوكس، ثلاثه د الكيسان، واحد كتمشي بحال الغلاقه والاخرين معاه. كاينين هادو راه خارجين دابا ما شاء الله 25 درهم. نحاس 35 فيه الكبير 30، كيمشيو بحال هكا. هذا شويه صغير وبحال هذا يمشيو هكا بثلاثه 20 درهم، بحال اللي وريت لكم دابا اللي هي مربعين كاينين هكا مدورين 20، 20 درهم فيهم حتى هما الكبار والصغار. كاين هذا بحال اللي عندي انا في الابيض 195 درهم، فيه الزرق وفيه خضر زوينين هادو. واخا تحيدو هادو ما ديروش فيهم لا كلاصه ولا شي حاجه، المهم يداروا فيهم مكسرات. بلاطو ديالهم هذا بلاطو ديال الخشب دايرين 230 درهم. كاين هادي هكا، هادي غير ديكور فيها كحل فيها هاد الزرق. كاين طباصل بحال هكا تا هما زوينين،
كاين قراعي شتهم دابا كلشي دايرينهم ديال تركيا ديال الماء هادو بارين. كاين المحل ما شاء الله الدور الاخر ديال الخشب اللي معروفين هادو زوينين ديال بلاستيك بلاستيك اللي داير بحال الزاج وفيها سميتو فيها هادو بغلايقهم. شوف الثمن ما كيبان ليش انتما دوك القرعي كي دايرين كبارين. كاين مرمط ديال جرانيت فيهم هاد بيض 210 230 هادي ما فيهاش الثمن كاين بحال هكا مع القصار زوينين ما تديمش عليا زوينين ما شاء الله. كاين هكا كبار والصغار شتو فيه 6 اللي فيه. كاين هكا المواس ما عرفش شحال دايرين ما فيهمش الثمن وفيه معلق بحال هكا. كاين فراش تعاود هكا كبار انتما كاين معلق هكا عاديين 50 درهم 50 درهم لستة زوينين. كاين هكا فراقة ولكن كبيرة ما شاء الله مشات على 3 هانتوما حدا الفوق جوج هكا لتحت. كاينة هادي زوينة 160 درهم 4 دور زوينة دار على كوزينة هكا دير فيها الفروتة حنا كنقولو. ثم المحل ما شاء الله كاين هاد بلاطوات بحال اللي عندي سيرا ياسمين اللي راه كنت ندير تصور هنا هدف الذهبي وفيه هدف النقري ها نتوما دوك الاخر اللي كنت كنقول لكم فيه باكيه بحال هكا كيمشيو فيها 6 كاين بحال هكا كتمشي فيها 5 كل وحده والثمن ديالها. هنا كاينين هكا هادو طبلوات صغارين تا هادي زوينه ما شاء الله تا هادي زوينه عجبتني هادي اللي كيتعلقوا هكاك 180 درهم كيمشيو هكاك هابطين زوينين الصراحه. هادي 180 درهم كتبان ليا هادو يمكن كيتحيدوا كل وحده بوحديتها ملي كيتركبوا كيدخلوا في بعضياتهم. انتما هادو داك الدميعه فيها 3 انتما هادي كي دايره هادي عاود هكا دايره ها انا معاكم الناس مورايا. كاين هاد الشكل هذا عاود المهم عنده جميع الاحجام والزواقات بلاتي طريق الشبيبه هانتوما الشبيبه هنايا هانتوما طريق الشبيبه دابا كنشد الناس هانتوما الشبيبه فين كاينه حاور عتجيب الصوت بالصوت وصوره هانتوما فين كاينه الشبيبه هنايا صافي طلعوا مع طريق الشبيبه اللي كيطلع نيشان ولاد ميمون ماشي جهه ستوب لا في الوسط ديال الشبيبه كيطلع نيشان الطريق كيدي لباب الرحمه هانتوما فين كيدي لباب الرحمه السيد فين السيد كاين هنايا ما عندوش شي سميه معينه للمحل ولكن راه باين. ثم دابا تاع يلا شتهم هادو 5 كيمشيو هكا وحده كبيره الاخرين صغار زوينين ما شاء الله فنين كاع ما شت هادي شوفوا لي شعل زوينه باش تيداروا هادو الديكور زوينين فيهم الكبار والصغار بغيت نصورها لكم خفت لا نشد الناس. انتما كي كتجي بحال هكا الشبكه ديال البلاستيك وطالعه ما شاء الله ديال البلاستيك ياك ديال البلاستيك وفيها هكا ديكورات دار هكا في كوزينه في الدوش في فين ما بغيتو ديروها ديروها. المهم فيها 5 5 طاجيرات زوينه شوف على الديكورات هكا الكوزينه هذا كاغيت ديال رولو ديال كاغيت
كطبوقه صغار هكا مغلفين بالثوب، وعنده هكا سامبل، وهنا عنده الكوكوتات. ثلاثه الاحجام في خمسه ديال الطاجيرات. شحال عندك الاخرين؟ قال لكم عندي ديال خمسه بحال هكا، عنده ديال اربعه وديال ثلاثه. دير شي ثمن مناسب للمتتبعين ديالي. 170 درهم، 160 درهم. هذه شحال؟ 170 درهم. وديال خمسة؟ ديال خمسة 160 درهم. والأخرى؟ 350 درهم. 150 درهم ما شاء الله، ثمن مناسب والله إلا فنين. 140 درهم. دي ديال فرفارة ديال العوين، عنده حتى باليزات بحال هكا، عنده هكا الآيات، الشبكة ديال أرمينيو. كتجي في الثلاجة، هادي في الجنب ديال الثلاجة، زوينة. عنده حتى هادي بلاتي نشد، هادي هادي كتمشي زوينة هكا في كوزينة بلاتي. ياسمين في طواليت في كوزينة. ماشي هادوك اللي دار فيه الفران، لا هادي بوحدها كتمشي في طواليت، هادي غير حط فيها الحوايج. شكون اللي عقل على هادو؟ فنين. 70 درهم دايرة والله إلا زوينة، فيها هكا الحمر، فيه الكحل، وفيه الصفر والبيض. هاد الصغار فيهم 50 درهم، محل فن ما شاء الله. اكسسوارات هادو زوينين، فن ما شاء الله. شتو كتسد بحال هكا الذهبي وكتحل بحال داكشي ديال اكسيو. انتما كاين هادو ديال الزاج اللي كيدورو ممكن 150 درهم. شي حاجه ممكن ديروا عليها هكا مباشره، ولا تحطوا عليها شي حاجه كبيره ممكن بغيتوا، المهم تقدموا فيها شي حاجه. كلشي موجود ما شاء الله. عنده حتى هذا اللي كيفيكسيو مور الباب، كيديروا فيه هكا كراطاش طابه. وهنا كاين الديكورات هكا الصغار مبخره، هذه كتمشي بحال هكا ما شاء الله. قريب العيد دابا اللي بغى يجي يسكسف. هادي عاوتاني بحال الورده مبخره، وعلى ولا بغيتي دير فيها الشمعه تحيد هذا اللي فيها الشمعه. نيشان هذا شي تنفاز كريستال، اون كريستال 78 درهم. 78 فنين هادو، فنين هادو، كيمشيو معاهم اللي بغى يشريهم هكا معاهم، زوينين البخور هكا لشي حاجه. جيت نصاوب واحد الساعه لايوب، شريتها له في عيد ميلادو، يلا ما شهر يمكن ولا ما نعرفش داك الشيء. شريتها له هذوك ديال اللي كيكون كتكونيكتا مع تليفون، 350 درهم باش شريتها له. صافي بقات عند واحد النهار جا قال لي ماما ما بغاتش تخدم. علاش؟ قال لك طاحت لي على الوجه وما بغاتش تخدم. ود جبتها دابا في المهم عند السيد منين شريتها، اصلا ماشي الحجره هي كتصارجا، زعما واش عندها فيها شي ما يتصاب ولا غتلاح. مرحبا بكم. السلام عليكم، رجعت معكم الحبايب ديالي. عييت صراحة، تمشيت بزاف. بالنسبة للمشتريات ما عرفت واش نشوف، حيت شفت في الفيديو لقيت صافي وصل، ندير هكا باش ما نشد شي حد هنايا. لقيت الفيديو صافي وصل، ما خصنيش نزيد فيه أكثر، كيجي طويل عاود. وعندي المشكل في هذه القناه بالعربيه، سبحان الله ما كتطلعش، ما عرفت واش نبقى ندير فيها فيديو هكا بلي فيها فيديو بالعربيه، ولا ما عرفتش غندير. صافي هذا الشيء اللي كاين بمشتريات غادي تشوفهم بقناتي بالريفيه. هنا صافي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى فيديو ينال اعجابكم. ما تنساونيش باللي لايك بالاشتراك اللي مازال ما اشترك، تبارطاجيو الفيديو مع الحباب والاصدقاء. اشارك معكم فين رانا انا وياسمين. ياسمين كتقصي بيتزا كما عرفتوا، كنخرجهم بالطور من ديما انا من الصغر ديالهم كندير لهم بحال هكا. ودابا 3 سنين وانا كنشارك معكم هذه الطريقه، حيت ما يمكنش نخرجهم بربعه وندير لهم زعما شي حاجه هكا. المهم هذا النهار ديالهم اللي كيكون ديال النهار ديال شي واحد، ماشي زعما دائما، يعني داكشي كيجي هكا بالطور. المهم انا درت ليا هاد الشيء هذا والقهوه، وهي درت ليا البيتزا مع الليمون.
وهذا الشيء اللي كاين حبايب ديالي. هنا غادي نقول لكم سلامة الى فيديو اخر ان شاء الله.